مساء الخير إلي. كيف راح يكفي الطقس؟ الطقس راح يكفي مستقر بالايام اللي جايه إلي. تفضل. مساء الخير مشاهدينا. الطقس المستقر راح بكفي خلال الايام اللي جايه على انه نهار الاربعاء يتحول الطقس تدريجيا الى متقلب غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحراره وامطار متفرقه خاصه على الجبال. قبل ما نبلش النشرة الجوية أنا وياكم، خلونا نشوف كمية المتساقطات لموسم 2014-2015 لغاية اليوم بالمقارنة مع المعدلات العامة التصاعدية أيضا لغاية اليوم. منبدأ بالسواحل، بيروت المطار شتت لغاية اليوم 815 مليمتر بالمقابل معدل عام 793، طرابلس 906 مقابل 793، أما بزحل البقاع 737 مقابل 606، وعجلتون 1114 مقابل 1056 مليمتر. ومنلاحظ أنه في عنا فائض بالأمطار، هالشي جيد جدا خاصة أنه الأمطار نزل مع ثلوج كثيفة على الجبال، وهالشي مثل ما بتعرفوا جيد للمياه والأبار الجوفية. منرجع أنا وياكم لطقس الليلة يلي عم بيكون مستقر عموما بارد على الجبال، الحرارة بتتراوح على السواحل بين 15 وال 14 درجة، أما بالأرز 3 بالداخل حصبية 9 7 بزحلة و 9 ببعلبك. طقس الغد رح بكفي مستقر مثل ما حكينا، الحرارة بتتراوح على السواحل بين 21 و 22 درجة، 13 بالأرز 22 بحصبية، أما بزحلة 20 وببعلبك 22. طقس الغد بالتفاصيل كيف رح بيكون؟ إذا عندنا طقس مستقر، الحرارة بتسجل أقصاها على السواحل 22 درجة. بالنسبة للرياح بتكون جنوبية غربية ضعيفة، أما البحر بيكون منخفض الموج، حرارة الماء 19 درجة، والرطوبة بين 50 وال 75%. خلونا نشوف أنا وياكم كيف رح بيكون طقس الأيام يلي جاي. إذا بكره طقس مستقر، الحرارة على السواحل أقصاها 22 درجة. بالنسبة لنهار التنام بيكون في عنا طقس غائم جزئيا أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع، بصير في عنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة 27 درجة أقصاها مثل ما شايفين على السواحل، وبيكون في عنا رياح ناشطة خلال القسم الثاني من النهار، على أنه في احتمال أنه هالرياح تكون حاملة نتفة غبار بالجو. ننتقل لنهار الثلاثة، بكفي الطقس مستقر، بتنزل الحرارة لل 24 درجة أقصاها وبتسجل 17 درجة أدناها، وبيكون في عنا طقس قليل الغيوم. أما بالنسبة لنهار الأربعاء مثل ما حكينا بيتحول الطقس تدريجياً إلى متقلب غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 16 و 22 درجة، وبدي أذكر أنه ممكن يكون في عنا هطول أمطار خاصة على المرتفعات وبالمناطق الداخلية. هيدي كانت نشرة الليلة، بنرجع هلأ لعند ماريو ولعند نيكول. شكراً لك جو.